السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. اليوم راح نتطرق لموضوع هام جدا وهو حب الشباب أو ما يعرف بالأكني. يعتبر حب الشباب أكثر شيوعا بين فئات المراهقين، ومن أهم أسباب ظهور حب الشباب هو الخلل الهرموني، وأكثر الهرمونات اللي تأثر على ظهور حب الشباب هي الاندروجينات. يعتبر حب الشباب من الأمراض أو الآفات الجلدية اللي ممكن بسهولة نعالجها أو نتعامل معها بشرط زيارة الطبيب المختص للتعرف على كيفية التعامل مع البشرة الدهنية التي تظهر عليها حب الشباب ومعرفة العلاجات المناسبة لها. تظهر حب الشباب على شكل رؤوس بيضاء أو رؤوس سوداء أو على شكل بثور أو أكياس الكيسات. يعني غالباً حب الشباب يظهر في الصبايا أو البنات اللي عندهم تكيسات على المبايض، لذلك ينصح بزيارة وأخذ استشارة طبيبة النسائية لمعرفة فيما إذا كان هناك تكيسات على المبايض لمتابعة العلاج معها، ومن ثم متابعة العلاج مع أخصائي الجلدية. العلاجات تختلف حسب الحالة طبعا، من كريمات موضعية لمضادات حيوية لأنواع الكريمات التقشير اللي ممكن نستخدمها، ممكن أيضا اللجوء إلى التقشير الكيميائي أو ما يعرف بالكيميكال بيلينج. كما أنه إذا تركت حب الشباب آثار أو ندبات، ممكن إجراء أو تطبيق الفراكشنال ليزر لإزالة الآثار والندبات المتروكة على الجلد. للوقاية من حب الشباب يفضل غسل البشرة مرتين يوميا مع استعمال المرطب المناسب للبشرة الدهنية واستعمال الواقيات الشمسية أثناء النهار، إزالة مساحيق التجميل ليلا لإتاحة الفرصة للبشرة لتتنفس وإبقائها النظيفة حتى الصباح. كما يفضل متابعة الغذاء الصحي المناسب وكثرة شرب الماء. وإلى اللقاء في نصيحة جديدة.